يقول: ما معنى من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله؟ يعني في حفظ الله، في ذمة الله، أن الله يحفظه، وأن من اعتدى عليه فإن الله يعاقب المعتدي عليه، لأنه اعتدى على ذمة الله عز وجل. ولهذا قال: فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإن من طلبه الله بشيء من ذمته أكبه على وجهه في النار.